إلى وقت الرحيل ثم يعيدوه إلى الصندوق. ونزلوا بعض المنازل وفي ذلك المنزل دير فيه راهب رأى الراهب نورا من مكان الرأس بعد أن أخرجوا الرأس على عادتهم ووضعوه على رمح وحرسه الحرس وأسندوه إلى دير النصراني. فلما كان نصف الليل رأى الراهب نورا من مكان الرأس إلى عنان السماء فأقبل على القوم فقال من أنتم؟ قالوا نحن أصحاب ابن زياد. قال وهذا رأس من؟ قالوا هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب بن فاطمة بنت رسول الله. قال هذا رأس ابن بنت نبيكم؟ قالوا نعم. قال بئس القوم أنتم، لو كان للمسيح ولد لأسكنناه أحداقنا. ثم قال هل لي في شيء؟ قالوا نعم. قال عندي 10,000 درهم تأخذونها وتعطون الرأس يكون عندي تمام الليل وإذا رحلتم تأخذوه. قالوا وما يضرنا. فناولوه الرأس وناولهم الدراهم فأخذه الراهب فغسل وجعله على فخذه وجلس يبكي الليل كله. فلما أسفر الصبح قال يا رأس لا أملك إلا نفسي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمداً رسول الله وأشهد أنني مولاك. ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم آل البيت عليهم السلام. ثم سار القوم برأس الحسين والأسرى من رجاله وكلما نزلوا منزلا عرفوا الناس برأس الحسين وعرفوا الناس بسبي الحسين. قال ابن الزهري ووصلوا إلى أرض الشام فلما كانوا قريب المسجد الجامع دنت أم كلثوم من شمر وكان من جملتهم فقالت لي إليك حاجة. قال ما حاجتك يا ابنة علي؟ قالت إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في طريق قليل النظارة. وتوجه إليهم أن يخرجوا الرؤوس من بين المحامل وينحونا عنا فقد خزينا من كثرة النظر إلينا. ونحن في هذه الحال فأمر في جواب سؤالها أن يضعوا الرؤوس وسط المحامل بغيا منه وكفرا وسلك بهم بين النظار على تلك الصفة. فلما وصلوا إلى باب المسجد الجامع حيث يقام السبي وذلك في اليوم الأول من شهر صفر قال الراوي وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين وعياله
فقال الحمد لله الذي أخزاكم وفضحكم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن الأمير منكم. فقال الإمام زين العابدين: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل قرأت هذه الآية: واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال الشيخ: نعم قد قرأت ذلك. فقال الإمام: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت في بني إسرائيل: وآت ذا القربى حقا؟ قال الشيخ: نعم قد قرأت ذلك. فقال الإمام: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية: قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى؟ قال الشيخ: نعم قد قرأت ذلك. فقال الإمام عليه السلام: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال الشيخ: قد قرأت ذلك. فقال الإمام عليه السلام: فنحن أهل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير. فبقي الشيخ صامتا نادما على ما تكلم به، وقال: بالله عليك أأنتم هم؟ فقال الإمام: إنا والله لنحن هم من غير شك، وحق جدنا رسول الله إنا لنحن. فأخذ الشيخ يبكي ورمى عمامته وقال: اللهم انتقم من عدو آل محمد من جن وإنس. سيدي يا ابن رسول الله، هل لي من توبة؟ قال: نعم إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا. فقال: أنا تائب. فبلغ يزيد ابن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل. قال سهل بن سعد الساعدي: خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشام، فإذا أنا بمدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار، وقد علقوا الستور والحجب والديباج وهم فرحون مستبشرون، وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول. فقلت في نفسي: ألأهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ فرأيت قوما يتحدثون، فقلت: يا قوم، لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا: يا شيخ نراك غريبا. قلت: نعم، أنا سهل بن سعد ممن رأى محمدا صلى الله عليه وآله وسمعت حديثه. قالوا: يا سهل، ما أعجبك السماء لا تمطر دما؟ والأرض لا تنخسف بأهلها. قلت: ولم ذاك؟ قالوا: هذا رأس الحسين. عترة محمد يهدى من أرض العراق،
قلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون. ثم قلت من أي باب يدخل؟ فأشاروا إلى باب الساعات. فبينما أنا كذلك وإذا بفارس منزوع السنان محمول اللواء عليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله، وخلفه صبي على جمال بغير وطاء. فأقبلت على أولاهن فقلت يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. فقلت هل لك حاجة إلي؟ فأنا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى جدك رسول الله وسمعت حديثه. قالت يا سلام.